هادي عطاو لك في البنكه. ايه مشيت عندهم اليوم صباح بكري واحتفلوا بيا وحلوا لي كونط وصابوا لي لا كارت وعطاوني تاع الكود وقالوا لي بغيت نقولوا لتا واحد. وشنو هو الكود؟ الكود ديال الويفي ديال لا كارت. راه قلت لك قالوا لي ما تقولوا لتا واحد. ايوا على انا يا واحد انا راه وحده صلاح. والله واخا تكوني الوحده ونص الكود ما غتاخذيش. شو كيدير؟ وماني كيدير ملاعق الحمد لله. ياك صالح ولي شي كتشقل عليا السم دابا ولاو بيناتنا حنا الكودات ماشي مشكله. راه قالوا قالك بنادم تدخل للعاقه تيولي يشوفها في السما. اول مره في حياتك غادي دير حساب تحاسبتي معايا انا الاولى. ودي الله يهديك اش متحاسبت معاك راني انبرزط وتوقد الفلوس. راه ما كتبغيش بنادم بحال ما هكا مرخي ومدلدل نوض سير قصد ليا الكيشي وخرج ليا الفلوس. اوه انت كي درتي؟ اوه واش الناس اول مره عطاوني لاكارت واول مره غنخرج من عندهم الفلوس نمشي للبنكه نخرج الفلوس كلها زعما ما نعيقش عليهم؟ يا ويلي انا تعيق عليهم؟ هذاك راه رزقك صلاح. نوض سير تيري لي الكاغيط وجي عطيني باش نمشي للحمام ونمشي عند الكوافوره وندير لي استيتيك ونبدل الخوامي وخاصني نشري الزربيه خاصني نعاود الفران البوطاجي باقي كيسال العنبه كيسال حياتي. شنو نقول لك؟ شتا تسالير باقي كاع ما خرجناه وتقاد عجب. وكان طرق الباب كنا راه دايره بوم في الدرب دهاز ليا الصالير وغدا غنخرجو الفلوس. حنا دابا راه مابقيناش عاديين ولا كلشي باغي يتصاحب معانا. علاش؟ حيت عندنا الفلوس في البنكه. وياك اخويا الفلوس حاطهم في البنكه علاش كطرق لي انا في الدار؟ وضرب تقفل في البنكه صباح قبل ما يحلوا غيلقاوني تم. دابا باقى لي الدار. يا ويلي درتي فينا الضحك شوهتينا. جوج فرانك داز لك في الصالير فضحتي العالم. اجي لهناش اجي تشوف زيد شوف اش درت لك. زيد هادشا صاوبت لك هاد اللعيبة. هذا كيشي ديال بلعان يا صلاح. انت ركز على كيفاش غتجبد الفلوس وانا غنوقف هنا البق ما يزق غنحضي لك العك حتى تجبد انت اللعاقة. هاد الزيف هذا راه درتو باش حتى واحد ما يشوف الكود. يلا بالي. اسي وتقعد تجمع تايا راه كتيري الفلوس ماشي مرندف. سمحي لي يا سيد يا سيد فادي دعقت انت شو كلي 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 تترعد كلي. يا ولي انت مالك كترعد عليا كي الفلون؟ غطلع لك في الشاشه واحد اللعيبه سميتها اسحبني غتحشي لاكارت غتورك على البوطونه ديال اسحب غيخرج لك الفلوس من التحت مفهومه صلاح. وشحال غنسحب؟ اسحب داكشي اللي غيخصك. وانا غادي نتيري لي واحد 100 درهم. تيري معاك واحد 200. واو 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 انت كي درتي لها؟ واش انا جيت نتيري ليا غنولي متيري لك انت؟ واشنو زعما تيري لك انت وانا ما تيريش ليا؟ وراه انت اللي تيريتي فيا دابا. اه ولا ما تيريتش فيك انت فين من بغيتيني انا نتيري؟ واتيري وري واش تي اتيريتيني مره واحده في حياتك غتبقاي تيري مني الفلوس حياتك كلها؟ شتي تايا غرا شحال هذا ما تيريت لك دوك الودنين وبقى تما كتيري عليا وتجبد. وانا اختي على هاد لي زيتيغمون كاع هادشي غديري؟ ما بقيتش متيري. ها هي لاكارت ديالي في جيبي. صافي الفلوس بدلوك قلبتي وجهك المعامله وقال ربيع الفلوس كتخاصم قاسم. شكون ربيع؟ بغيت نعرفو شكون قاسم. زاد فيه زاد فيه زاد فيه مرضني خصني نخرج ليه. واشريف واش ما كتراعيش ليا انا اللي خدام داخل في الكيشي من الصباح وانت كتخشي لاكارت كنخرجها كتخشي لاكارت كنخرجها كتخشي لاكارت كنخرجها حيت كتخشي لاكارت كنخرجها كتخشي لاكارت كنخرجها كتخشي لاكارت كنخرجها. واو تقبتي ليا حناك يا خويا واش انا ما حيتي البيرو اللي مزير عليا ما حيتي الفلوس اللي كيدوزو من قدامي ما كنقدش نهز منه من الريال ما حيتي المد هذا كاش في الحساب واش كتعرف شد مد احمد؟ راه انا هو احمد. ياك مشرفين اخ احمد. عندك الشرف وانت شكون؟ انا صلاح اللي على عندكم حساب. واش اللي كتخشي لاكارت وتخرجها؟ ما عيتيش اخويا من الصباح وانت كتخشي لاكارت وكتخرجها وعندي مشاكل راعي ليا والدريه كتسالي نخطبها واش نشفر الفلوس ولا شنو عندي؟ صافي جلس مساحه فيا جلس ارتاح تشرب شي عصير؟ ما بغيتش. واش بغيتي؟ دبر عليا. لا بغيتي العصير مرحبا فلوسي ما تقربش ليهم ما تقربش ليهم ما تقربش ليهم ما تقربش ليهم. صلاح صلاح مالك يا صلاح؟ لا وقف عليا بغطات ولا مولا كارتني في الكيشي
انت ما تتحشمش صلاح، حط 100 درهم في البنكه شويتينها عليها. نحس صلاح نحس راه خسر معاك. خزيتش انا مالي الفلوس والله ما مرتاحي. هذه فلوسي نط ناس. اش من ناس؟ راه فلوسي ونط ناس ما يقدروا يجيوش. الفلوس نوع من انواع الطيور فلا داعي لاخراجها. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.